ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ متى ترقيت لا إله إلا الله؟ لا أحد يستحق أن يعبد، أكفر بجميع ما يعبد من دون الله وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. استدام ترقيت سيتا التكلم قيك متيمالات. لا بد في لا إله إلا الله من ركنين. يا لا تما صنع تما لاوسة. سيصل قهرًا بلارين بان. الأول كفر بكل ما يعبد من دون الله. تما عنس ما هون التت كيعلم قايكي إنك إمك عاصي تكيتها يوم الرمى. الثاني العبادة لا تكون إلا لله. توينن هون التا بلون بان يوم الله. وشهادة أن محمدًا عبد رسوله معناها. طريستم التبرعت محمد صلى الله عليه وسلم أم بي من بروت. أنه هو عليه الصلاة والسلام بشر عبد لا يعبد. يا هنوم بروت يا ما إما بالو هند. ورسول لا يكذب، لا بد نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. يا تمام بروت هند ما إما كيلا. نعم.